السلام عليكم. في هذا الأسبوع تحديدا يعني باتت مسألة فيروس كورونا المستجد، اللي هو هذا الفيروس اللي حصل بشكل مفاجئ واقتحم مناطق ودول لم تسجل إصابات يعني بمعدل متزايد، الوقت اللي يكافح العالم زحف هذا الفيروس خاصة في مناطق اللي انتشر بها اللي هي الصين وتحديداً منطقة ووهان. بعد ذلك انتقل إلى إيران، وأكو مثل يقول إذا صار بدارك أو بجارك فاعتبره بدارك، وفعلاً انتقل هذا الفيروس من إيران إلى مناطق محيطة ومجاورة لإيران، فحدثت حالات في عمان والإمارات والبحرين والكويت والعراق. هذه الحالات غالب ما تم تسجيلها بعد وصول مسافرين من تلك الدول كانوا مقيمين في إيران طوال هذه الفترة. نجي إلى الإحصائيات اللي حدثت تحديدا حد هذا اليوم، الحصيلة بالوفيات الناجمة عنه في الصين وصلت إلى 2744 حالة بعد ما تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية وفاة 29 شخص بالفيروس في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها الصين منذ حوالي شهر. يعني 29 شخص توفوا اليوم، هذه تعتبر أقل حصيلة سجلت في الصين منذ تحديدا الشهر. طبعا هذه الإصابات الجديدة هي خارج منطقة هوبي واللي أيضا عادت بها الإصابات بأكثر بعد أن نزلت يوم الأربعاء الماضي ووصلت من 5 إلى 24 إصابة خلال هذه الفترة. إيران هي الأخرى اللي تعتبر هي المنطقة الثانية بإصابات كورونا، أعلنت ارتفاع عدد الوفيات إلى 22 حالة وفاة، عدد الإصابات وصل إلى 141 إصابة مؤكدة. طبعا هذه وكالة إيرنا اللي أوضحت أن الإصابات موزعة على 20 محافظة في إيران، وأن 11 محافظة تعد خالية من الفيروس حتى الآن، يعني حتى هذه اللحظة في إيران. وكالة إرنا أيضا قالت بأن عدد الإصابات اللي تم تسجيلها في منطقة قم وحدها 63 إصابة. طبعا إيران تعتبر يعني اليوم بعد هذه الإحصائية حسب الأرقام اللي تابع عالميا سجلت المرتبة الثانية بعد الصين بانتشار هذا الفيروس. الكويت أيضا جاءها نصيب مثل ما يقولون من هذا الفيروس اللي سجلت فيها حد الآن 43 حالة، وطبعا جرى عزل جميع المصابين وفقا للبروتوكولات الطبية، وجميع الإصابات المسجلة في الكويت هم لأشخاص قدموا من إيران. طبعا هذه الإحصائيات. العراق إحصائياته سجلت حد هذا اليوم 6 إصابات، وتقريبا يعني هذه الإصابات اللي تم تسجيلها بعد ما تم أقدم شاب عراقي كان أيضا مسافر لإيران أنه طلب فحص نفسه شك بالفيروس، وبالتالي تم فحصة وتمت النتائج جاءت حقيقة أنه تؤكد إصابة الشاب، وتم إيداعه في الحجر الصحي وفق صحة الكرخ اللي قالت أنه تم إيداعه في مستشفى الفرات. كوريا الجنوبية خلي روح اللي هي أيضا من ذيك الجهة انتشر الوباء بين جنودها، والمشكلة أنه كانت عندهم حتى تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة تم تأجيلها بسبب هذا الفيروس، وتم تسجيل أيضا 15 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة اللي تحدث ترامب قبل أيام بأنه مستعد ل يعني القضاء على هذا الفيروس، وأكو أطباء قيل بأن أطباء الولايات المتحدة استطاعت أن تكشف علاج لهذا الفيروس لحد الآن. الطامة الكبرى، احنا بما انه المجتمعات اليوم تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تعتبر اسرع وسيله للتوصل الى معلومات، الفيسبوك يدخل معركه ضد كورونا، حيث اعلنت الشركه انها ستحظر الاعلانات عن منتجات تعرض او تعرض علاج فيروس كورونا او الوقايه منه، اضافه الى الاعلانات التي تثير حاله من الهلع حول الوضع في عموم العالم. هذه الخطوة طبعا مهمة، ونتمنى أيضا من شركة التويتر والشركات الأخرى للتواصل الاجتماعي أن تحذو حذو هذه الخطوة تحديدا.
مشاهدينا رحبوا معي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بانوراما. هنا معي في الاستوديو الدكتور وائل حتاحت، مسؤول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية فرع العراق أو مكتب العراق. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. شكرا لك. ومن المؤمل أيضا أن ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر إذا تم الاتصال ولم يكن هنالك طارئ، وأيضا الدكتورة شيماء الكمالي عضو نقابة الأطباء العراقيين. أبدأ معك دكتور، يعني شنو كورونا؟ خلينا نقولها شكل، ما معنى كورونا وهل هو مصطنع أم أنه فيروس؟ بالشأن الطبي أنتم تعرفون هلا يعني. طبعا بس نوضح الكورونا، المصطلح الكورونا، الكورونا هو بنسميه فاملي، يعني أسرة من الفيروسات بتتشارك بنفس الصفات نوعا ما، هي أنه لها نوع من النتوءات على السطح الخارجي تشبه التاج. فالكورونا من الكراون، الكراون بالإنجليزي هو التاج، فالفيروسات التاجية نوعا ما أو المتوجة هي أسرة كبيرة. الفيروسات بشكل عام عبارة عن أصغر، طبعا أصغر شيء معدي نوعا ما بنحسن نقول بالوقت الحالي، في إلى دي إن إيه أو آر إن إيه اللي هو الحمض النووي. الحمض النووي هذا يتعرض بشكل مستمر للتطور evolution. فأحيانا بيصير في عنا طفرات معينة بهذا الحمض النووي بتشكل فيروس جديد، مشان هيك اسمه الفيروس مستجد. طبعا احنا كنا يعني من فترة سمعنا بالسارز وبالمرس إذا بتتذكر. بالفعل بالفعل. السارز بأول 2002، المرس 2012. من عائلة كورونا يعني. من عائلة كورونا. هو عبارة عن فيروس مستجد ظهر فجأة. اللي بيجمعهم نوعا ما مثلا مثل مع المرس انه هن زونوتيك، بمعنى في لهم رابط مع الحيوان ولكن النقل بيتم بشكل اكبر عن طريق الانسان. اللي بيختلف فيروس الكورونا المستجد عن اقرانه الباقيين بالعائله نفسها انه فيروس الكورونا امكانيه الاصابه فيه اعلى، ولكن الشيء الايجابي بنفس الوقت انه احتمال الوفاه يعني او المضاعفات التي تؤدي للوفاه لا سمح الله اقل. يعني بينما كان عندنا بالمستجد دكتور، بالمستجد يعني اذا بنقارن احنا فيروس المرس اللي هو الميدل ايسترن ريسبيرتوري سيندروم اللي ظهر ب 2012 كانت الوفيات للحالات المشخصه بتوصل 35%، بينما احنا عندنا عالميا بالنسبه للفيروس الكوفيد او الكورونا المستجد نحن بنحكي على تقريبا 2-3% من حالات الإصابة المؤكدة. وهذا الشيء طبعا نوعا ما بيعطينا نوعا من الراحة انه مو هو ليس يعني مثل ما بيفكروا العالم انه حكم الاعدام، يعني انه هو هذا السؤال اللي محير الناس، هل هو فيروس قاتل يعني لا يحكم على المصاب به بالموت خلاص؟ لا لا، هو ما في فيروس قاتل بمعنى قاتل، هو الفيروس بيعمل مضاعفات عند بعض الناس تؤدي للوفاة. يعني نحن بدنا نعرف شغله انه 80% من حالات الإصابة بالفيروس هي مثل أي رشح عادي أو أي غريب أو إنفلونزا. احتمال تظهر بدون ما يشعر الإنسان فيها بشكل واضح. 20% حالات بيصير فيها مضاعفات نوعا ما. ضمن هالمضاعفات بعض المضاعفات عند بعض الناس ذوي المناعة المحدودة نتيجة تقدم بالعمر أو نتيجة إصابة أمراض أخرى نسميه كوموربيديتيز، بيكون عندهم لا سمح الله الوضع الصحي أخطر ويؤدي لفشل كلوي أو لمضاعفات أخرى تؤدي للوفاة. يعني هذا الرقم اللي موجود احنا عندنا في اللي تم تداوله على وسائل الإعلام يعني دكتور، هذه أرقام فقط هي إحصائيات من ضمن 20% فقط؟ يعني اللي كانوا عندهم مضاعفات، كانوا مصابين بأمراض، كانوا مناعتهم تكون قليلة؟ تمام، مو 20% عفوا، نوضح 2-3%. 2-3% يعني المضاعفات هنا بيصير لهم قبول بالمستشفيات، يعني في كثير من المصابين يتم عزلهم ضمن بيئات معينة، ولكن اللي بيطلبوا عناية إضافية مشددة أو إضافية نفس نقول بمعنى فنتليتر أو منفسة أو ما شابه، هذول هن أقل من 20% اللي بتوفوا من المصابين ضمن الأرقام العالمية هنا بحدود 2-3%. فوقت نحن بنحكي على 29 death حالة وفاة بالصين، هذا يعني انه
حاليا عدد الإصابات أكبر بكثير. يعني إحنا 29 حالة من أصل المجمل اللي هو بيكون بحدود احتمال يوصل مثلا ضمن الأرقام 2% اللي عم نحكي فيها، بجوز يكون ألفات، 2000 أو 3000. يعني من 2000 ل 3000 حالة مصاب بيموت 2 يعني 3% يعني تماما. يعني هذا رقم مو هو كبير اصلا ولا هو طبيعي في نظر الدراسات الطبيه والتطور الطبي هذا في مثل هذه الثوره الطبيه الهائله الموجوده؟ هلا اكيد هلا هو اكيد ما هو مرض يستهان به، جيد، وهي نقطه لازم نوضحها انه ما هو شيء عادي، ولكن نحن بنعرف انه اي مريض عنده امراض اخرى مزمنه، بمعنى أمراض قلبية أو أمراض رئوية أو أمراض بالكلى، هذا إنسان معرض ضمن أزمات معينة لتطور حالة بشكل أسوأ. يعني حتى الرشح العادي أو الفلو العادي، السيزن الفلو اللي هو الإنفلونزا الموسمية، نحن نعرف أنه بالولايات المتحدة الأمريكية كل سنة في حصيلة كبيرة كتير من الأشخاص، خصوصا خلال موسم الإنفلونزا الموسمية، للأسف يتم تسجيل وفيات نتيجة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية. هذا لا يعني أنه كل شخص بيصير مع إنفلونزا موسمية هو معرض للوفاة، ولكن أشخاص معينين ضمن اضطرابات معينة بجسمهم ضمن نتيجة أمراض إضافية يتم أو نقول أنه وصل لمرحلة من الجسم بتعب، بيصير في مضاعفات خطيره تؤدي احيانا لا سمح الله الى الوفاه. طيب دكتور، انت اشرت الى يعني معلومه مهمه، غالبا من يتعرض للاصابه بهذا الفيروس هم من قليلي المناعه، مو الشكل؟ احنا عندنا بعض المرضى اليوم يحتاجون، مثلا مرضى الكلى يحتاج الى غسل كلوي، او المصابين بامراض السرطان يحتاج الى جرعات كيميائية. هذه كيف احنا اليوم نقدر نحافظ على حياتهم، وخاصة يعني هو الخوف يعني من الموت هو بحد ذاته هو مرعب. أكيد يعني أكيد. كيف نحن ممكن نستطيع نوصل الرسالة بأنه ممكن نتجاوز هذه المرحلة؟ أخي ناصر، موضوع المرضى اللي تحدثتهم أنت للشرائح المحددة، هدول الشرائح يجب مراقبتهم سواء كان هناك كورونا أو ليس هناك كورونا. يعني إذا ما في كورونا حتى الإنفلونزا الموسمية احتمال تكون قاتلة لأشخاص عندهم مثلاً لا سمح الله سرطان. يعني انت عم تعطي جرعه كيميائيه لمريض سرطان، عم تخفض له المناعه للحد الادنى لحتى تسيطر على السرطان، فهو مناعته بالاصل ضعيفه. فانت مو بس الكورونا اللي خطير هون، اي مرض بتفكر فيه هو مرض خطير. لذلك نحن هدول المرضى يفضل ما يكون في تواصل كبير بيننا وبينهم، بين الاشخاص العاديين وبينهم، لازم يكون في احترام للمسافه، احترام لاصول معينه يجب مراعاتها. نحن للأسف أنه هالنقط اللي نحن بنركز عليها بشكل كتير كبير أحيانا تفهم بشكل غلط. يعني المريض أكيد نحن بنحب الأشخاص اللي بيهمونا، بس إذا إنسان مريض لازم نراعي خصوصيته ولازم نراعي حالته الصحية، ما لازم يكون نحن عنا هالاقتراب الشديد منه، كونه أنه هو وضعه الصحي مناعته الصحية لا تسمح بالاقتراب الشديد. هذا يدفع باتجاه أنه مسألة التجديد على مسألة الحجر الصحي حتى وإن كان في المنزل أو في بالمشافي. يعني هلا يفضل، هلا الخبر اللي تفضلت حضرتك فيه خبر كتير رائع، أنه الشاب اللي حس بأعراض عنده هو كان من حاله تقدم باتجاه السلطات الصحية وقال أنه أنا فحصوني، لأنه أنا كان عندي تاريخ زيارة مثلا معين لمكان معين في صار وباء وحس أنه عنده أعراض. هذا الشيء جدا مفيد أنه الإنسان اللي عنده اعراض سواء كانت كورونا او رشح او انفلونزا او اي شيء، يفضل انه يتم بمكان وجوده بالبيت، بمعزل عن افراد الاسره الاخرين قدر الامكان. طبعا ما بامكان الانسان يتجنب الاخرين بالمطلق، ولكن مراعاه انه اغراضه الشخصيه تكون خاصه في اغراض تناول الطعام، بحيث انه ما يصير فيها التماس الكبير المباشر. نعم. المباشر. معظم الفيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ، بمعنى الرذاذ اللي بيطلع من الفم او من الانف، العطاس. فاذا راعينا كل الامور الصحيه اللي نحن بننشرها بشكل عام، بامكاننا نحدد من خطر الكورونا والامراض الاخرى التنفسيه اللي بتزداد كثير بفصل الشتاء.
طيب دكتور، يعني أنا أريد أسأل، مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم، الاثنين اللي مضى قال بأنه يجب بذل المزيد من الجهود من أجل احتواء كورونا، لأنه من المحتمل أن يكون وباء عالمي محتمل. هذه رسالة تحذيرية من الخطر قد يكون هنالك، أنتم في عالم الطب مو مثلنا احنا نفهم بهذه الأمور، اكو أمور مبطنة احنا يعني تريدون تهدئون الناس، لو هو طبيعي يعني لأنه انتشر فلازم أنه يكون، لأن أخذ الأمور يعني تفسيرات التصريحات لمسؤولين كبار مثل هذا التصريح قد يعلن حالة من الإنذار والطوارئ عند الناس، الناس أصيبت بالهلع. هو definitely يعني النقطة اللي دكتور تيدروس يوضحها للناس أنه هو مرض احتمال تحول لجائحة عالمية، بمعنى ينتشر بالعالم كله، تمام؟ مو كل الدول عند الإمكانات الصحية المتقدمة اللي عند الصين أو كوريا. هذه دولتين إمكانيات الصحية عالية أفضل جدا من غيرهم. شفت أنت نحن كلنا بنشوف كيف الصين احتوى الموضوع، مو بس إجراءات وقائية صحية ولكن إجراءات أمنية معينة، عزلوا وسكروا أماكن بشكل مطلق. فبعض الدول ما عندها الإمكانيات، هون الخطورة بتصير. إنه هو هي النقطة اللي عم وضح عليها الدكتور تيدروس، إنه نحن لازم نبذل المزيد من الإجراءات بحيث نحتوي المرض قدر الإمكان. هذا لا يعني إنه رح يكون في بؤر موجودة بأماكن مختلفة، يعني هلا مثل ما تفضلت في حالات تم الإبلاغ عنها بالولايات المتحدة، الولايات المتحدة على بعد محيطين، محيط هادي ومحيط أطلسي، المفروض إنه هي بعيدة عن كل التأثيرات، ولكن رح تظهر بسبب الأسباب، نتيجة الطيران، نتيجة حركة المسافرين. اللي عم وضحه الدكتور تيدروس إنه لازم يكون إجراءات أكثر لاحتواء، بغض النظر ظهر بمكان أو بآخر احتواء. وشو هو الاحتواء؟ يعني الحالات اللي نحن اكتشفناها نعرف مين المخالطين. طيب لو فرضنا إنسان اكتشفنا عنده، بدنا نعرف مين اللي تخالطوا معه، مين تجاور معه، هدول بيتعرضوا للفحص ونتأكد من خلوه من المرض حتى ما ينشر المرض لأشخاص آخرين. وليس هو حالة ذعر قد ما هو حالة احتياط ونكون جهوزية بنحسن نقول من قبل الأشخاص اللي يشك والسلطات الصحية اللي تتعامل معهم، بحيث أنه يعني أحسن ما الشخص اللي لو فرضنا الشخص ما الشخص اللي تفضلت فيه حضرتك لو ما بلغ عن نفسه وتم وعم يروح على السوق أو على رح ينتقل المرض، بس هو كان عنده الحكمة والشجاعة يروح عند السلطات الصحية يبلغ عن الموضوع، صار له حجر بدل ما يعدي الآخرين، هو مريض وحيد، ولكن إذا تركناه رح يعدي آخرين. هي هو النقطة اللي تفضل فيه الدكتور تيدروس بموضوع الوقاية اللي عم نحكي عنه. بمنظمة الصحة العالمية أنتم في يعني في العراق، وضع الصحي بالعراق من غير مجاملة يعني فيه شكوك، يعني ربما في مثل هذا المجال حقيقة، يعني هنالك داخل المستشفيات هناك شكاوى من المواطنين وهذا لا غبار عليه، ربما يزعلون من عندنا جماعة الصحة اليوم إذا نتكلم بهذا المجال، لكن في الحقيقة أكو ضعف. هل تعتقدون أنتم كمكتب في العراق الإجراءات الصحية اللي اتخذتها الحكومة العراقية والجهات الصحية العراقية كفيلة باحتواء هذا المرض؟ وما هو المطلوب منهم إذن لاحتوائه؟ هلا يعني أنا بس نقطة بدي أوضحها، إنه الموضوع مو موضوع هل هي كفيلة ولا لا، بس كل إنسان أو كل منظمة تقوم بالإمكانيات المتاحة لها. أنا تقييمي ضمن الإمكانيات المتاحة للسلطات الصحية، الإجراءات اللي اتبعت حتى الآن هي إجراءات جيدة نوعا ما. أكيد أنت ما بإمكانك، نحب دائما نعمل هالمقارنة، يعني المشكلة إنه وسائل التواصل الاجتماعي عملت أزمة عند المواطن، إنه هو بيشوف مثلا خدمات صحية معينة بكوريا وبدي أقارنها بدولة أخرى. هذا الشيء مو منطقي. نحن لما نكون واقعيين ضمن الإمكانيات المتاحة، I think ضمن الإمكانيات المتاحة الخدمات الصحية المقدمة هي خدمات لا بأس فيها، الإجراءات اللي تمت لا بأس فيها، في معطيات جدا خارجة عن إمكانيات الوزارات أو الجهات المختصة في الدول المشابهة للعراق. في الدول المشابهة يعني بدك تقارن أنت بحالات دول مشابهة ضمن إمكانيات المشابهة، I think الإجراءات نوعا ما لحد الآن هي إجراءات جيدة. طبعا بالإمكان بأي مكان بإمكان نحن نلاقي نحسن الإمكانية بشكل أفضل، ولكن ضمن الإمكانيات
متوفرة يعني هي إجراءات مقبولة نوعا ما. هذا يقودنا إلى مقولة مثل ما تفضلت جنابك دكتور، قلت بأن التطور الطبي اللي واصل في الصين، في الولايات المتحدة، في كوريا أيضا عالي جدا، ولكن هنالك إصابات بهذا الحجم. هل أفهم من هذه الرسالة بأنه الفيروس هو أقوى من هذه الثورة الطبية والعلمية اللي موجودة؟ هل عجز أو لم يتصور من تخصصوا في مجال كشف الفيروسات، ربما ولم يخطر على بال أحد منهم في يوم ما أن ينتشر مثل هذا الفيروس؟ لا إطلاقا، الدراسات العلمية كلها بتقول أنه الفيروسات تتطور، ونحن المراكز العلمية بالعالم كله المرتبطة بالCDC اللي هو Center for Disease Control أو بالنسبة للWHO كلها عم تراقب تطور الفيروسات. الفيروسات ما هي عبارة عن كائنات مثل الملاريا هو ثابتة، لا هي عم تتطور بشكل مستمر، وكل فترة نتيجة الطفرات اللي بتصير لها الفيروسات بيظهر فيروس جديد، وهذا الشيء بيخلي كل المراكز البحث العلمي بالعالم عم تراقب هذا الشيء بشكل مستمر. هلا اللي ما بيحسنوا يتحكم أو يقدروا بشكل صحيح إمكانية الأمراض عند هالفيروسات، لأنه هذا الشيء بيبين معنا أكثر على مرحلة أخرى اللي هي بس ليصيب الأشخاص. ولكن اللي تفضلت فيه إنه لم يتم توقعه، لا متوقع بشكل مستمر إنه يكون في فيروسات جديدة، وإنه لازم نحنا نراقب هالفيروسات ويتم تقييمها من ناحية الحمض النووي تبعها، بحيث إنه نضمن إنه هي ما لها خطيرة أو غير معدية أو اللي هو. المشكلة الوحيدة اللي بتكون عنا بشكل عام، هالفيروسات عندها قدرة على العدوى بشكل كبير كتير. الفيروس من اسمه هو كائن صغير جدا، انتقاله سريع جدا، وهون المشكلة اللي نحن عم نعاني منها. بس نفس الوقت قلت لك في الإيجابية بالموضوع أنه قدرته على الأحداث الوفاة هو أقل من غيره من الفيروس، يعني ليس هو بذلك الخطر الكبير الذي يروج له ويتحدث عنه بشكل كامل. هلا هو ما بتحسن تقول انه ما له خطر كبير، هو خطر لانه في عندك نسبه اصابه عاليه، يعني انت في عندك نقطتين باي مرض، نقطتين القدره على الاصابه ومدى الاصابه. تمام، قدرته على الاصابه كبيره، ولكن مدى الاصابه هو ما هو كبير جدا. فنحن بنوازن بين الاثنين، مشان هيك هو الدكتور تدرس قال انه هو وباء، يعني خطوره متحول لوباء عالمي، لانه عنده قدره على الاصابه عاليه جدا. هي النقطة اللي نحن بنوازن فيها. طبعا هو لا أكيد، يعني إذا مقارن الفيروسات سمعنا عنها بالماضي مثل الإيبولا، هو أكيد يعني أقل سوءا بكثير بكثير. بس مشكلته أنه انتقاله أسرع بكثير، هي النقطة اللي نحن مخاف منها. بس بشكل عام هل عائلة من الفيروسات بالإضافة للإنفلونزا الموسمية عندها قدرة على إصابة بشكل كبير كثير، لأنه هي بهالموسم موسم الشتاء تنتقل بشكل كبير بالذات بالنصف الكرة الأرضي الشمالي. هل له عمر محدد هذا الفيروس برأيكم؟ يقال أنه طبعا هو فيروس جديد مثل ما تفضلت اسمه مستجد، فالدراسات لسه مو دقيقة، ولكن يقال أنه فترة وجوده على أماكن معينة تتراوح بين يومين لعشر أيام أو 13 يوم. طبعا دراسات تختلف كل مرة بطلع دراسة جديدة حسب الظروف المحيطة فيه. لحد هلا الفيروس ما حسنوا يعرفوا المسيره تبعه بشكل كامل. هو الفيروس واز ديتكتد او حصلوا عليه بشكل مبدئي ب 31/12/2019، فيعني المعلومات اللي لسه موجوده عن هالفيروس معلومات جدا محدوده، عم تتطور بسرعه. كل يوم عم نحصل معلومات أكثر، ولكن أنه نعرف كل المعلومات عن الفيروس لسه بظن الموضوع مبكر. خليني أرجع حتى إحنا ناخذ الموضوع. بإضافة إلى ما تفضلت به دكتور وائل، قلت بأنه ينتقل عن طريق الرذاذ أو العطاس. طيب فعلا أكو إشكالية نصير إحنا أكو في مرض نفسي يسموه الشك أو هوس النظافة، هذا موجود وسواس القهري. هذا اللي يفكر انه يلمس مكان،
ينتقل إلى المواد الأشياء المحيطة بالإنسان هذا الفيروس، يعني يكون نفسه على هذا ينتظر السطوح اللي يتم تعرضه للرذاذ تبقى معدية لفترة معينة من الزمن. كم تقريبا يعني؟ أيضا كمان تعتمد على الظروف المحيطة، يعني إذا الحرارة عالية الحرارة منخفضة، بس بشكل عام يجب الحيطة من هذا الموضوع. لذلك موضوع الاحتياطات اللي نحن لازم نتخذها، يعني إذا واحد عطس يعطس بكمه أو بمنديل أو بحيث أنه ما يعرض الآخرين للخطر. طبعا هذا لا يعني بس لموضوع الكورونا، ولكن هذا يطبق على إجراءات صحية، يطبق على كل الأمراض. طيب يعني أكو مسألة أخرى، الكمامات هذه فعلا هي نافعة؟ كان أعتقد أنه اليوم أكو كان بيان لمنظمة الصحة أو منظمة الصحة العالمية قالت بأنه الكمامات اللي موجودة الخفيفة هي تعطي نفس الغرض اللي يعطيها صاحب كمامة صاحبة الفلتر، نفس الناتج أو لا؟ هلا هو شوف النقطة الأساسية لازم نركز عليها، منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام الكمامات لفئتين، المريض المريض المشخص والطبيب أو المعالج أو الهيئة الطبية التي تعالج المريض، ولكن استخدامه بحالات عامة يعني هذا لا يوصف به لأسباب مختلفة، منها أنه موضوع نفس الكمامة بعد فترة من الزمن تحريك الكمامة، أي إنسان عنده يعني نوع ما تحريك الكمامة للشعور بالراحة بشكل أفضل أو هذا الشيء بلا شعور بيصير، احتمال تنقل العدوى أنت لنفسك. فلذلك يفضل أنه لحد الآن التوصية الأساسية هي التغسيل المستمر، إذا مو موجود الماء والصابون بإمكاننا نعتمد على السانيتايزرز هذون المعقمات، ولكن الاعتقاد أنه الكمامة تغني عن النظافة الشخصية لا، هذا شيء مبالغ فيه. طيب أنا رح أرجع دكتور إليك مرة ثانية إذن لي أنتقل إلى ضيفتي من بغداد الدكتورة شيماء الكمالي ويانا مو شباب. دكتورة شيماء السلام عليكم. أهلا بك دكتورة شيماء الكمالي عضو نقابة الأطباء العراقيين. طبعا مساك الله بالخير بالبداية والحمد لله على السلامة في العاصمة الحبيبة بغداد. دكتورة يعني حدثينا شوية عن الكورونا، يعني هذا الفيروس اللي حير كثير من الناس، وطبعا معي هنا في الاستوديو ايضا الدكتور وائل حتاحت مسؤول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مكتب العراق، فتفضلي دكتورة. اول شيء اهلا بيك واهلا بي دكتور وائل وبكل مشاهدينا الكرام. بداية فيروس كورونا هو احد الفيروسات التاجية اللي سابقا اشتهر انه نوع من الفيروسات مثل المجموعة اللي هو السارس والمارس، واللي صارت ايضا كثير من حالات الوفيات ونسبة الوفاة بهم أعلى من فيروس كورونا. الأزمة الحالية هو الاعتقاد الخاطئ بأنه فيروس كورونا قاتل، يعني أنه أي إصابة بكورونا معناها الوفاة. هذا الشيء خاطئ، وهذا أكثر شغلة إحنا نحب أنه نركز عليها. فيروس كورونا ليس قاتل، لكن خطورته تكمن في أنه سريع الانتشار، وبالتالي هناك تهديد أن يكون وضع عالمي خارج السيطرة بسبب سرعة انتشاره وأيضا سرعة تغييره لخارطته الجينية وبالتالي طرق الانتقال، فبالتالي صعوبة السيطرة على الإصابات اللي تكون لي. طيب دكتورة في بغداد أو في العراق تحديدا، يعني هنالك كثير، صارت تقريبا 6 إصابات، 6 حالات نقلت واحدة منها إلى إيران، البقية مواطنين عراقيين كانوا في إيران. الإجراءات الصحية المتبعة في العراق حدثيني عنها، هل هي بالمستوى المطلوب وكيف يمكن للإجراءات تلك أن تحد من انتشار هذا الفيروس أو استخدام المضادات أو ما شابه ذلك؟ صراحة من الإجراءات إلى حد الآن نقدر أن نقول بعدها ضعيفة دون المستوى المطلوب من ناحية المستشفيات والتجهيز وطرق الوقاية. بعد إلى حد الآن أكو احتياج لتوفير المستلزمات من أدوات التعقيم ومواد التعقيم من الكفوف والكمامات وداخل لحماية الستاف المتدرب والستاف المتواجد لتقديم الخدمات الصحية، هذه من ناحية المؤسسة الصحية. أما من ناحية الفلترة والحد من
دخول الوافدين اللي قد يكونون حاملين لفيروس الكورونا تم إجراءات جدا ضعيفة. شرط المطار المتواجدة في المطار في العادة في كل دول العالم هي 2 درجة الحرارة فقط، مع تبليغ الوافدين بضرورة إجراء الفحص وحجرهم لحين ظهور النتائج. إحنا الضعف اللي بيصير بهاي النقطة إن الوافدين ما بيقبلون يسمون الفحص، كثير من عندهم بيرفضون إجراء الفحوصات، كثير منهم يبدي يهدد إنه أنا في حال إذا أخذت من عندي العينة وطلعت سالب ترى تعرفون مش أسوي، وأنا ما أقدر تطلع علي حكاية وهكذا من هاي الأمور. هاي بالإضافة إلى المحسوبية الكبيرة والكثيرة، لأن كثير من مثلا زين دكتورة لعد شو راح نتعامل ويا المرضى بهذه الحالة ويعبرون ومن غير الإجراءات الطبية متناسين إن هذا الموضوع والفحص هو لسلامتهم أولا ولسلامة الشعب والمجتمع العراقي ثانيا. طيب دكتورة، يعني احنا بهذه الحالة شو راح نقدر نتعامل مع المرضى او المشكوك بأمرهم من ناحية انه في العراق اليوم اذا عندنا محسوبية على هذا الاساس، يعني ما اعرف، يعني وزارة الداخلية التي تم تكليفها بمتابعة ودعم وزارة الصحة بمثل هذا المجال، لان احنا بالعراق عندنا هذه القضية، فشون نقدر نتلافى الموضوع؟ من هي الجهة الضاغطة؟ والله مثل ما ذكرت أنت حضرتك، وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن ضبط هذا الموضوع. كل الدول وزاراتها هي اللي غلقت الحدود، منعت الطيران، منعت الرحلات إلى المدن الموضوعة، وبالتالي تحاول أن تحافظ على سلامة الدولة أو الشعب. لذلك إحنا مسؤولية غلق الحدود تابعة لنا، فالوزارة التابعة إلها أو رئاسة الوزراء أو ما أعرف يعني بالضبط هي اللي راح تكون مسؤولة عن غلق الحدود، منع الرحلات حقيقة وفعليا، مو إنه أنا أصرح أنا منعت السفر أو الطيران إلى طهران وإلى إيران، ونجي نشوف بالفلوبورد للخطوط الجوية العراقية ونلقي 4 رحلات قم وطهران إلى بغداد والنجف من وإلى. فإحنا مو مجرد تصريحات، إحنا نريد تنفيذ واقعي. بالنسبة للمطار الوافدين ماكو شيء اسمه حسب مزاجه الشخص والله يسوي الفحص أو ما يسوي الفحص يروح يراجع أو لا، لا، المفروض أكون متابعة من قبل وزارة الداخلية تجبرهم جميعا ما دام أنه هو قرر الرجوع إلى العراق، إذن لازم أنه يجري هذا الفحص. ومثل ما نعرف إحنا بالمطارات دائما أسماء المسافرين أكو بالإعلان التفتيش أكو جزء للمتابعة والحاسبة، ومن يطلع الشخص واسمه جوازه وكل معلوماته. إذا أي مسافر على أي طائرة إحنا نقدر نسلل المسؤولية تحملنا، مو بس نقدر إنه نشوفه بالمطار ونتعامل وياه. لذلك نطالب من رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية، التجديد على هذا الموضوع. وزارة الصحة بعدها ما راح تقدر تحقق شيء، هذا الموضوع وباء عالمي تهديد بالخطر على كل المجتمع، لذلك لازم نتكاتف وننسى موضوع المحسوبية وخلع الساحل والأسنان، لأن حالة واحدة إذا أنت ساهمت بدخولها قد تصيب البلد بأكمله بوباء. شكرا جزيلا دكتور دكتورة شيماء الكمالي، عضو نقابة الأطباء العراقيين في بغداد، شكرا جزيلا لك. دكتور وائل، استمعت إلى حديث الدكتورة شيماء، ما تعليقك، ما تعقيبك على ما يجري في العراق؟ الحقيقة يعني ما بإمكاننا ننظر للموضوع بهالسهولة اللي تفضلت فيها الدكتورة شيماء. أول شيء مستحيل كل مريض أو كل شخص سافر تعمل له فحص، لأنه هذا اللي حيعمل عبء هائل على مراكز الفحص يعني. لا نحن ما ننسى انه كمان هذا موجود الكتس او وسائل الفحص موجوده، ولكن لازم استخدامها بحكمه، لانه بالنهايه ما بيكون عندنا كميه كافيه. او انت لا تنسى ان العالم كله عم بيطلب هالوسائل التشخيصيه. النقطه الثانيه، طبعا كل دوله بتحط اولوياتها بهذا الخصوص، وهذا نحن كمنظمه صحه عالميه ما بنتدخل فيه. كل دوله لها قوانين الخاصه، لها اولويات الخاصه، بتحط الأسلوب الأمن الصحي الخاص فيها. يعني مثلا دولة مثل إيطاليا ظهر فيها حالات، لسه حالات السفر من إيطاليا إلى باقي دول أوروبا متاح. طبعا هذا لا يعني أنه كل دولة إلى إمكانية أو ضمن اللي بيسموه
قوانين اللوائح الطبية الدولية، كل دولة إلى الحقية تقرر كيف تتعامل مع الجوائح العالمية من هالخصوص. فهذا الموضوع بظن له علاقة بالإمكانيات المحلية وشو بإمكان يتطبق وشو ما بإمكان يتطبق. نحن نعرف أنه يعني المنافذ الحدودية البرية هي أكبر وهي في أعداد أكبر، فالإمكان أن نطبق كل هالإجراءات على المنافذ البرية الحدودية ولا لا كمان هي نقطة لازم نفكر فيها. فطبعا أنا مثل ما قلت لك ما بنحسن إحنا كمنظمة الصحة العالمية نتدخل بأولويات الصحية للدولة. أكيد وزارة الصحة بإمكانها وزارة الداخلية هن عندهم قدرة أقدر على تحديد الآليات يلي بترتقوها مناسبة لهذا الموضوع. طيب دكتور برأيكم يعني ليش دا يخلون الحجر الصحي لشخص يشك بأمر 14 يوم؟ هذه نسبة يعني بروز الفيروس أكثر؟ تماما، هي فترة الحضانة اللي لحد هلأ موثقة ضمن الأبحاث اللي تمت على الفيروس إنه فترة الحضانة للفيروس هي 14 يوم أو بالأحرى هي أقل من هيك، بيقولوا يومين ل 12 يوم ولكن إحنا دائما نعطي احتياط هو بيصير 14 يوم. طيب خليني أسألك سؤال مهم، هذا الفيروس مصطنع ولا هو يعني تكوين أو تطور؟ يعني احنا تكلمنا بداية عن طريقة يعني تطوير الفيروس. مصطنع، كلمة مصطنع كلمة شوية يعني مختلفة أو بقول لك يعني غريبة، لأنه مثل ما قلت لك هو الفيروس بحد ذاته هو كفيروس أي فيروس مثل ما تفضل الدكتورة شيماء عنده قدرة يطور نفسه بشكل سريع. يعني نحن بنعرف كان في فيروس مثلا الإنفلونزا نمط A، صار في نمط B، صار في أكثر من نمط، هو الفيروسات تطور نفسها. يعني ما في داعي يعني الفكر إنه اصطناع الفيروس أو المؤامرة ما في داعي يكون موجود، لأنه بغض النظر هذا يعني مو هذا هو الموضوع. موضوع إنه هل بإمكان الفيروس يطور نفسه؟ نعم بإمكانه يطور نفسه. الفيروس هو عبارة عن يعني شريط من الدي ان اي، اي اثناء الانقسام تبع الدي ان اي، بتعرف الدي ان اي عبارة عن خطين حلزون، بصير في خلل. اذا هالخلل كان خلل ما تم يعني استدراكه او كان من يعني مفيد للفيروس فبتطور بيطلع فيروس جديد لم نعرفه من قبل، وهذا الشيء اللي لازم نحن نكون حريصين على مراقبته. يعني ولهذا السبب ما بعرف يمكن شيء نقطة ما بيعرفوها المستمعين انه بكل سنة وقت بيصير موسم الفلو او الانفلونزا الموسمية يأخذ عينات عالميا ليتأكد انه هذا الفيروس نفسه تبع السنة الماضية وليس فيروس جديد. ونقطة تانية يمكن انت حضرتك بتعرف اخ ناصر انه في لقاحات للإنفلونزا الموسمية كل فترة بيجدد اللقاح، شو السبب؟ لأن الفيروس طور نفسه. لكن هو العلاج هو نفسه؟ اللقاح مو نفسه هو؟ لا اللقاح ليس نفسه، العلاج نفسه بالنسبة لمجموعة الإنفلونزا الموسمية اللي هو التاميفلو. هلأ عم يتحاولوا يطوروا علاج للكوفيد اللي هو الكورونا المستجد، ولكن لحد هلأ لم يتم تطوير هذا العلاج. يعني حتى لو كان في عنا بتسمع نحن كثير عم نسمع على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في علاج جديد، هذا بده فترة ليتجرب ويتأكدوا من خلوه من الأعراض الجانبية قبل أنه يقدموا للناس كدواء للكوفيد أو الكورونا فيروس. طيب اليوم دكتور احنا بما أنه بدنا نتطور يعني طبيا ونتكلم عن طريقة مكافحة هذا الفيروس للأشخاص اللي تم إصابتهم، للآخرين الذي لم يصب إلا حق يستخدم المضادات الحيوية حتى ما يوقع بالحيوية غير فعالة؟ غير فعالة. لا بدنا نعرف نقطة مهمة جدا هي ما لها علاقة طبعا بالنقاش تبعنا. طيب. المضادات الحيوية هي من أكثر الأدوية التي يساء استخدامها عالميا أو بالذات بالمنطقة عنا هون بالمنطقة الميدل إيست لسببين. المضادات الحيوية هي فعالة لعلاج البكتيريا. الفيروسات ما لها فعالة مع المضادات الحيوية. تمام. وحتى البكتيريا في أنواع مختلفة من البكتيريا، فمو كل المضادات الحيوية فعالة لكل أنواع البكتيريا، فلذلك لازم نحن نراقب استخدام المضادات الحيوية حتى الخوف أنه بيجي من يوم من الأيام تطلع عنا بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية كمان. فموضوع المضادات الحيوية والفرط لاستخدام المضادات الحيوية هو له آثار سلبية كبيرة كتير. وفي نقطة تانية ما بيعرفوا المشاهدين أنه في بجسم الإنسان بكتيريا بنسميها البكتيريا المتعايشه مع جسم الانسان، بكتيريا المفيده. المضادات الحيويه للاسف تقتل هالبكتيريا. فنحن كمان ما لنا مصلحه ناخذ مضادات حيويه
لغرض الوقاية إلا إذا في سبب واضح وطبعا من تصريح من الطبيب المسؤول. طيب اليوم يعني أنا أيضا في العراق تدابير العلاجية للأشخاص العديمي الأعراض ذوي النتائج الإيجابية في اختبار تفاعل هذه في منظمة الصحة العالمية أيضا، وقالت أن هنالك برامج الرصد والاستجابة في وزارات الصحة لدى الدول منذ بداية انتشار الفيروس، طبعا منها أيضا تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية. الكواشف الفيروسية اليوم يعني احنا في ثورة، يعني ما أعرف لأنه خطورة المرحلة دكتور تبعد مسألة التفكير الشخصي. في بعض البلدان يفكرون بالحصول على الأموال من خلال يعني نوعية، هل ربما هنالك يعني نوعيات إذا عندك معرفة بالموضوع من الأجهزة تكون ضعيفة بالكشف، أم أنها لها صيغة واحدة بالكشف عن الفيروس؟ هي لحد الآن هي صيغة واحدة بالكشف عن الفيروس، لأنه هي طريقة الكشف عبارة عن طريقة العلاقة بالدي إن إيه الحمض النووي سريعة الإظهار. سريعة الإظهار مو يعني نوعا ما بس هي ما يعني أي إنسان بيقول لك إنه في جهاز يكشف، لا هذا مو مزبوط. هو في تفاعلات محددة ضمن تجهيزات معينة طبية بتكشف أنه هذا المرض أو هذا الفيروس في نفس الترتيب الحمض النووي، فهذا هو فيروس كورونا أو فيروس إنفلونزا أو فيروس اللي هو الجهاز يستخدم عن طريق يعني قريب على الأنف؟ لا لا لا، هذا الجهاز لا يمكن ولا الأشخاص، هذا اللي موجود اللي احنا بنشوفه المخابر المركزية فقط. والأشخاص اللي لازم يستخدموا أشخاص مؤهلين، لأنه هو عبارة عن تقنية عالية لا يمكن استخدامها للأشخاص العاديين. فأي شيء بتسمع أنه في جهاز يكشف الكورونا هذا مو مزبوط. هذا اللي موجود في المطارات هذا عبارة عن ديتكشن أو لارتفاع حرارة، يعني أنت مو للفيروس بنفس للفيروس بنفس نفسه، عرفت كيف؟ ارتفاع الحرارة بيجوز يكون سبب سبب آخر، بيجوز سبب يكون التهابات أو أي شيء تاني مختلف. طيب دكتور طريقة علاج هذا الفيروس، يعني إحنا اليوم وصلت أكو بعض الحالات تم شفائها وتخلصها من هذا الفيروس، إذا هنالك بعض المضادات موجودة خلينا نقول أو العفو بعض العلاجات موجودة. طيب نسبة يعني شفاء هذه الحالات يدل على أنه فعلا لدينا قدرة على القضاء عليه. طريقة علاجه هل هي فعلا تدريجية، نعالج الحمى نعالج العطاس أو لو هي مرة واحدة مثل ما يقولون؟ هو مرة تانية بقول لك هو مثل أي فيروس تنفسي بيصير الإنسان. أكيد كلنا تعرضنا لإنفلونزا بيوم من الأيام. شلون أعراض الإنفلونزا؟ ريح المريض، سوائل طبعا عزله هون في يعني شيء اضافي هو العزل، لانه العزل هو مشان ما ينتقل لغيره، ولكن بنقدم له السوائل، بنقدم له غذاء مناسب، بنراقب الفايتال ساينز اللي هي النبض والضغط وهالشغلات، بنتاكد من وظائفه الحيويه الاخرى بحيث انه ما يصير في عنده تدهور بالوظائف الحيويه لبعض الاشخاص اللي عندهم الأعراض بتكون أشد شوي نوعا ما. ومنستنى منراقب حتى يتم الشفاء. الشفاء بيكون ذاتي بمعظم الأحيان. تمام، هو عبارة عن الجسم قدرته على السيطرة على الفيروس. نحن كأطباء هدفنا أنه نأمن له للجسم البيئة المناسبة من ناحية أنه يكون في سوائل، كمية السوائل تكون موجودة، الغذاء المناسب، الراحة، لانه هي الامراض اذا ما ترافقت مع الراحه والغذاء المناسب والسوائل المناسبه بالامكان تطور بشكل اسرع. طيب دكتور يعني احنا وصلنا الى ختام الحلقه، نصيحتك لما يجري ورؤيتك بشكل يعني هل نتفائل بنسب الشفاء ان شاء الله؟ هلا انا بطبعي انا انسان متفائل جدا. جيد الحمد لله. جيد الحمد لله. اذا ما كان طبيب متفائل مشكله لا اكيد ما حد يراجع. تمام. فالانسان لازم يكون متفائل. الايجابيات تبع المرض هي كبيره، انه اول شيء قلت لك نسبه الوفيات المسجله لحد الان هي نسب متدنيه نوعا ما مقارنه بغيره من الامراض. النقطه اللي بنركز عليها، الرساله الاهم اللي بنركز عليها هي موضوع الوقايه. الوقايه 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 هي عباره عن تجنب الأماكن المزدحمة كتير، طبعاً التغسيل بشكل مستمر، العطاس ضمن أساليب معينة أو السعال، هالأمور كلها، مراقبة
نوعا ما يعني اذا نحن بنعرف حالنا كنا بمكان موبوء نروح عند السلطات الصحيه نبلغ عن الموضوع. ما في داعي للخوف والذعر لانه هذا الشيء بيسبب مشاكل اكثر بكثير من المرض نفسه. إضافة إلى ثقة الإنسان المريض بالسلطات والجهات الصحية، هذا تمام مهم. تمام، عشان هيك أنا بقول يعني إذا الإنسان بيعتقد إنه كان بمكان معين وعنده أعراض صحية معينة يبلغ، لأنه دائما الكشف المبكر هو إيجابي للوقاية للآخرين وللعلاج. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور وائل حتاحت مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مكتب العراق، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف رائع. شكرا لك. ايضا شكر موصول للدكتوره شيماء الكمالي عضو نقابه الاطباء العراقيين في بغداد، شكرا لها ايضا. وشكر بدايه واخيرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، نتمنى لكم سلامه في اجسادكم وفي حياتكم باذن الله. تقبلوا تحياتي وكادر العمل، نترككم على خير والى اللقاء. شكرا جزيلا دكتور مره ثانيه. شكرا لك.